السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكل المتابعين الكرام مرة أخرى في قناتكم كوكب الفن، وفي هذا الموجز المليء بالأحداث الحصرية. دائما وكالعادة نبدأ بالعناوين. سناء عكرود ترد على بعض المعلقين وتكشف عمرها الحقيقي. فضيلة بن موسى تكشف حقيقة إصابة الفنان عبد الله فركوس بفيروس كورونا. ريهام عبد الغفور تكشف تفاصيل تعرضها للخيانة الزوجية وتهديدها بالقتل ونقطة ضعفها الوحيدة. فيروس كورونا يصدم بطل ياقوت وعنبر رفقة صديقته وشقيقته. رد نهائي حول مهاجمة تامر حسني لزوجته بأغنية. حالة ترك معجب بالفنان المغربي سعد المجرد. والآن أترككم مع تفاصيل هذا الفيديو. تقاسمت الفنانة سناء عكرود مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام صورة حديثة لها ردت من خلالها على الأشخاص الذين يرون أنها تزداد شبابا كلما تقدمت بالعمر. وبطريقة مرحة أجابت عكرود هؤلاء الأشخاص وكشفت عن عمرها الحقيقي، وذلك من خلال التعليق الذي أرفقته لهذه الصورة والذي جاء فيها: صباح الخير للناس اللي كيقولوا باللي غادية وكنصغر. لا ما كنصغرش، عمري 41 عاما، وكلما تقدمت في السن كلما انعزلت أكثر، ابتسمت أكثر وجادلت أقل. أش غدير كتشوف حسا كتعيا وكتسكت وتبتسم. وقد تفاعل عدد كبير من متابعي الفنانة سناء عكرود مع منشور هذا، إذ تباينت التعليقات بين مشيد بجمالها وبين معجب بردها. فضيلة بن موسى تكشف حقيقة إصابة الفنان المغربي عبد الله فركوس بفيروس كورونا. شاهد التفاصيل. كشفت الفنانة المغربية فضيلة بن موسى الخبر الذي جرى تداوله مساء يومه الجمعة من قبل بعض المنابر الإلكترونية وكذا بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والذي أفاد إصابة الفنان عبد الله فركوس بفيروس كوفيد-19. وكشفت فضيلة بن موسى في تصريح خصت به أحد المواقع الإلكترونية بأن الفنان عبد الله فركوس قد أصيب بالزكام وأحس بالتعب، وذلك خلال تصوير أحدث أعماله الفنية، الأمر الذي دفعه إلى إجراء اختبار خاص بفيروس كورونا. وأبرزت الفنانة المراكشية على أن نتيجة الفحص الذي خضع لها الفنان جاءت سلبية، مبرزة أنه يعاني فقط من الزكام، وبأنه يتواجد وسط عائلته وأطفاله، وبأن وضعه الصحي في تحسن مستمر. ريهام عبد الغفور تكشف تفاصيل تعرضها للخيانة الزوجية وتهديدها بالقتل ونقطة ضعفها الوحيدة. شاهد التفاصيل. كشفت الفنانة المصرية ريهام عبد الغفور في حوار تلفزيوني أنها تعرضت للخيانة الزوجية والتهديد بالقتل. وقالت في حوار لها مساء يومه السبت مع برنامج واحد من الناس المذاع على فضائية الحياة المصرية إن التهديد تلقته في وقت سابق من المعجب عبر مواقع السوشيال ميديا وقابلته بعمل البلوك. من ناحية أخرى صرحت ريهام عبد الغفور في البرنامج أن شخصيتها منى في مسلسل ربع قيراط ضمن سلسلة إلا أنا الذي عرض على فضائية DMC تتشابه معها في تعرضها للخيانة الزوجية. وأوضحت أن زوجها الأول خانها مرتان، ما تسبب في حدوث الطلاق بينهما، ولكنها لا تلومه حاليا لأنهما كانا وقتها صغارا في السن ولا يمتلكون خبرات كافية في الحياة. وعن أبنائها ذكرت الممثلة المصرية أن نجلها الأكبر يوسف يدرس الإخراج في كندا ويناقشها في أعمالها الفنية، كما أن لديها ابنا أصغر هو فاروق، مؤكدة أن نجليها هما نقطة ضعفها الوحيدة. وعربت عن رغبتها في أن تقدم أدوارا عن الإدمان والأمراض النفسية بعيدا عن شخصيتها الحقيقية. فيروس كورونا يصدم بطل ياقوت وعنبر رفقة صديقته وشقيقته.
أصيب الممثل المغربي ربيع السقلي وصديقته المذونة ندى أبنيشو مساء يوم السبت بفيروس كورونا المستجد، وأعلن السقلي عن إصابته وأبنيشو وكذا شقيقتها بفيروس كورونا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، ودعا جمهوره ومتابعيه لتوخي المزيد من الحيطة والحذر. وشارك بطل مسلسل ياقوت وعنبر صورة نتائج الفحوصات المخبرية التي أجراها والتي أكدت إصابته بالفيروس مع متابعيه عبر حسابه بنفس الموقع. يشار أن فيروس كورونا أصاب العديد من مشاهير المغرب كما أودى بحياة الكثيرين، آخرهم الفنان الراحل محمود الإدريسي. رد نهائي حول مهاجمة تامر حسني لزوجته بسمة بأغنية. بعد الصلح بين الثنائي الأشهر في مصر، انتشرت أخيرا الكثير من الأخبار التي تشير إلى أن النجم تامر حسني وجه كلمات أغنيته الجديدة كرهتني في الحب كرسالة لزوجته مصممة الأزياء بسمة بوسيل بسبب المشاكل بينهما. واعتبر العديد من متابعي أخبار الفن المصري أن صدور الأغنية تزامن مع أزمة خلافه مع زوجته ليهاجمها، إلا أن الشاعر الغنائي محمد البوغا كاتب كلمات الأغنية رد على تلك التقارير بقوله إن هذا لم يحدث بالمرة، وأن الأغنية كتبت قبل تلك الأزمات ولم تكن موجهة إلى أحد. وقال البوغا في لقاء تلفزيوني وفي برنامج دي إنسايدر بالعربي: كيف أن يتكلم أي شخص بتلك الطريقة والأغنية موجهة لشخص يعاني بصورة كبيرة وليس تامر حسني؟ وتابع: ولو افترضنا أن تامر يرغب في ذلك لن نكون نحن السلاح الذي يهاجم به أي شخص، وطالب فقط الناس بالتعقل في أفكارهم. وردنا على أن تامر تعمد اختلاق هذه الأزمة ليروج لألبومه الجديد، قال البوغا: لا أظن ذلك، لن يضع أحدا بيته وأسرته على المحك من أجل الترويج لألبوم، لا أعتقد أن شخصا يحترم نفسه يمكن أن يفعل ذلك أبدا. حالة ترك معجبة بالفنان المغربي سعد المجرد، شاهد التفاصيل. بعد استضافتها في أحد البرامج العربية يوم الخميس الماضي، عبرت الفنانة الصاعدة البحرينية حالة ترك عن إعجابها الكبير بالفنان المغربي سعد المجرد، وفي جواب لها عن رأيها في سعد المجرد قالت حالة: سعد نجم كبير، وهو من يحتل على أعلى رقم من اللايكات ويحتل المراكز الأولى بأعماله الفنية سواء المغربية أو التي تنتمي للهجات الأخرى. وأضافت حالة: أنا معجبة به كفنان، وذلك بعدما أحرج الصحفي بخصوص إعجابها لها، كما قامت بأذاء أغنية المعلمة التي اشتهر بها سعد المجرد وحصد من خلالها على متابعة وحب الجمهور لها بشكل كبير. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموجز، شكرا على حسن المتابعة، وإلى فيديو لاحق بإذن الله. أستودعكم الله، إلى اللقاء.